من سيحسم السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض؟ كامالا هاريس أم دونالد ترامب؟ وهل تصدر النتائج سريعاً أم نذهب إلى الطعون؟ أي تأثير لنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية على مجريات الحرب في لبنان وعلى صورة المنطقة؟ وهل تشتد المواجهات الإقليمية بعد وصول قاذفات B-52 أم نتجه تدريجياً إلى تهدئة؟ الموقف الأمريكي ربما من أوضح المواقف لأنه صار له زمان يتعاطى هذا الموضوع. هل ننتخب رئيساً قريباً في لبنان أم أن انتخاباتنا الرئاسية ستبقى مؤجلة حتى اتضاح صورة الحرب؟ واضح بأنه مسار انتخاب رئيس الجمهورية ما بيمشي إلا بالتوافق. وهل ينجو الطائف كصيغة حكم أم أن التطورات ستفرض صيغة جديدة؟ حوار المرحلة يستضيف في حلقة خاصة تواكب تطورات الأمور في لبنان مع أمين سر تكتل الاعتدال الوطني النائب السابق هادي حبيش، وتطورات الانتخابات الأمريكية في مداخلة مع الدكتور وليد فارس من واشنطن، الأربعاء مباشرة بعد نشرة الأخبار المسائية مع رولا حداد عبر الـ LBCI.